تستهدف إحدى شركات تدوير النفايات الكبرى في الإمارات بأن تصبح أول شركة تعالج وتعيد تدوير كل النفايات في المكبات لديها لتصبح دون أي نفايات تماماً، وتفرز الآلات ذات التقنية العالية الأنواع المختلفة للقمامة لتفصيلها إلى ورق وبلاستيك وألمونيوم وأشياء أخرى قبل أن ترسلها إلى المحطات الخاصة بها ليتم إعادة تدويرها. وقالت الشركة التي تملك أكبر محطة لإعادة تدوير النفايات في الشرق الأوسط وثالث أكبر محطة في العالم إن هذه العملية تستغرق 24 ساعة كحد أقصى منذ لحظة دخول القمامة أو النفايات للمحطة وحتى تصبح منتجاً معاداً تدويره.